يوجد مجموعة من مشايخ السنة في مسجد الوالد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله في مسجده المعروف بمسجد السنة في الحديدة، وهم الشيخ القليصي والشيخ المحمدي والشيخ فاضل الوصابي والشيخ محمد ابن عزي الوصابي والشيخ عبد الرحمن ابن العلام الوصابي. هؤلاء خلفاء الشيخ رحمه الله في إقامة الدروس في مسجده والقيام بالفتوى والدعوة ونصح إخوانهم، فجزاهم الله خيرا. فما مات من ورث علم سنة ودعاء، فأهل السنة في مدينة الحديدة وما حولها لا يستغنون عن هؤلاء المشايخ وأمثالهم.